أنني نجي من الجنوب الشرقي للأطلس الكبير، أنني نحضر في هذا مهرجان كبير ديال مهرجان اللوز اللي كتنظمو مدينة تبراوت. والحمد لله لقينا واحد إقبال سواء من المسؤولين سواء من الناس سواء من الجمهور، وكنتمنوا إن شاء الله نكونوا عند حسن الظن الجميع ونعودها إن شاء الله على شكل. ديما يعني أنا كنشير لهذ المشاركات، يعني علاش لا ما يجيوش الناس ديال الأطلس يشاركوا عند الناس ديال سوس، والناس ديال سوس يشاركوا الأطلس، والناس ديال الريف يكون واحد التلاقح بين الثقافات. وهذا كما كنقولوا كيوسع، أنني كنوسع في الجمهور ديالي، وكنتمنى نزيدوا إن شاء الله لقدام ونعجبوا الناس وعلاش لا نزيدوا لقدام إن شاء الله إن شاء الله. أنا